اهلا بيكم في قناة السفر والدراسة في اليابان. عاطف يحييكم. هنكمل كلامنا النهاردة عن الوظائف في اليابان. انا متأكد ان بنسبة 100% محدش فاكر احنا بنتكلم في ايه اصلا، بس احنا كنا قبل كده عملنا فيديو عن الدوام الجزئي في اليابان، هنسيب لكم بتاعه هنا او هنا. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الوظائف في اليابان، وهنخش في جزئية الدوام الكامل مش الجزئي. والدوام الكامل بيتقسم لجزئين، هو جزء الموظف اللي شغال بشكل منتظم واللي شغال بشكل غير منتظم. والمنتظم اللي هو بيتقال عليه بالياباني سيكي شاين، واختصارا بيتقال سي شاين. تسمعوا الكلمة دي كتير لو من الناس اللي شغالة في اليابان، يعني ده يعتبر معظم الناس في اليابان شغالة بالستايل ده. أو الستايل التاني وهو الهي سيكي شاين، انا اعتقد ده اللي هو الموظف اللي شغال بشكل غير منتظم في اليمن. والغير منتظم طبعا بينتهي تحته البارت تايمر، بينتهي تحته الموظف اللي بعقد، بينتهي تحته الموظف اللي شغال بالانتساب او ابتعاث. وده طبعا كل ده هنتكلم عنه في فيديوهات منفصله، بس النهارده احنا هنتكلم نركز حاجه واحده بس، وهو الموظف اللي شغال بعقد. واحيانا يعني الناس بيسمونه ده يعني الشخص المرفه اللي في اليابان، اللي جاي يعيش التجربة اليابانية لمدة سنة أو سنتين ويروح. بس حقيقة مش دايما دي الكيس، يعني ممكن يبقى في ناس يابانية شغالة النوع ده من الستايل عادي جدا. ليه بقى؟ لأن الستايل ده ليه مميزات وعيوب زي أي حاجة، بس هبدأ بمميزاته الأول، وهي بتنتج لكذا نقطة. أول نقطة فكرة إن أنت بتبقى الوقت بتاعك حر، أنت تقدر تشتغل كذا وظيفة، مش شرط تشتغل بس الوظيفة أنت شغال فيها مع الشركة. مش التأشيرة بتاعتك مش ليميتد للشركة دي بس، وبتبقى طبعا انت مدتك محددة، غالبا ما عندكش اوفر تايم زي باقي الموظفين العاديين في الشركة. بيبقى عندك حرية كبيرة جدا 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 في ان انت تختار المرتب بتاعك، تختار الاجازات بتاعتك، الباكج الاجازات بتاعتك، الكلام ده كله. وعادة بيبقى المرتب بتاع اللي شغال بالناس بعقد بيبقى أعلى مقارنة باللي شغال بوظيفة عادية في الشركة، مقابل فكرة الأمان الوظيفي وفكرة النظام اللي هو الويلفير، اللي هو مزايا التوظيف اللي الشركة بتديها عادة لموظفيها، زي مثلا تخفيضات في أماكن معينة والحاجات الترفيهية دي. بس عادة بيبقى الموظف اللي بعقد برضه عقده بيشمل التأمين الصحي، بيشمل التأمين الوظيفي، بيشمل تأمين المعاش. بس دي برضه بتختلف من كيس لكيس، فده الناس تتأكد منها قبل ما تمضي العقد يعني. طيب ايه بقى العيوب بتاعت النوع ده من التوظيف؟ العيوب بتبدأ بفكرة ان انت موظف وقتك محدود، يعني انت مثلا عقدك لمدة سنة او سنتين، قد يجدد قد لا يجدد، فانت بيبقى عندك شوية ايه يعني وظيفتك مش آمنة زي ما بيقولوا يعني. طبعا بتبقى شغال في نقطة معينة ومجال محدود جدا، انت ما بتقدرش يبقى عندك فكرة انت تجرب الأقسام المختلفة داخل الشركة زي الموظف العادي لو ما بيدخل الشركة. موظف عادي طبعا اقدر اللي هو اقصد بيه اللي هو الموظف اللي شغال بشكل منتظم مع الشركة، يعني مش بنظام عقد. اعتقد مفيش عيوب تانية، انا لحد دلوقتي مش فاكر يعني في عيوب تانية. بس هو فيديو قصير النهاردة، ولكن هو ده الموظف اللي هو شغال بعقد. بيبقى النوع ده الوظايف متاح على لينكد ان بشكل عادي جدا مثلا يعني، ويبقى متاح عن طريق برضو الويب سايتس. انا ما اقدرش اقول ان هو نوع منتشر من التوظيف، لكن هو نوع مناسب لو حد حابب ان هو يجرب ياخد يعني ايه جليمس كده زي ما بيقولوا بالانجليزي، او يعني ايه نظرة عابرة عن الحياة في اليابان، وبدون ما يبقى يعني منغمس في التوظيف او حياته مرتبطة بالشركة اللي هو فيها او كده. بس ده فيديو النهاردة باختصار. جو بيمطر، في طيفون جاي، فدعونا إن شاء الله نعدي منه بسلام، وأتمنى لكم السلامة أينما كنتم، ونراكم إن شاء الله في فيديو قريبا. بس كده، مع السلامة.